بدر وماشي وكردعي وقوب تاريخية تاريخ ده إنه دي كور رمي دونا لكن سد أركيسان مجال ذن مدينة وين مكان كسي بحينه ومجاله كتالا ديجان بورا ليه وبورو أدي هذا بديهين بورها قدود قارف ربنا حق إسلام كان تاريخ فعوي كل باشرة وأدي هذا عانوا إن يجوان كسر نقدونا هدي الله يلا لكن مكان وحن كسي صعنا بدر وهدي الله يلا تاريخ ده ذن عن ودي كده عندهم إن مقالة بدر عن كسي صعنه مقالة مدينة بركة يسمى حوجرتا كل واحد بقول يكون 10 كيلومتر مركايلا الله بس عدد بنسي صعنه إن هدي الله يلا دكتور أحمد هل كان مكانه النمي؟ إمك طبعاً ومساجد كنا ينوقت هاجن هاي لكن وحي هاي تلسكي نبي محمد نبي تقولي إن حريص كوركي ساعة مركي دجال كي بدر ودعي إن قبطن وهذا تاريخ ذي بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم مساجد بهذا هل كان لسنا وحلا مسجد العريش نبي صلى الله عليه وسلم تلسكي ساعة أي هل كان لسنا النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كيسا وحو قيبي أفر قيبات قيب ضليع عضاء وحقه راهيد يقيب ميمناء وميدك تاهيد يقيب ميسراء وبيدك تاهيد يقيب ضنبي هذه تشيرنا تليها عيدا كو حق ضنبي أيو مرايود أمني أهان ساسا وفي عان تلضا إنو حق ضنبا مرانا وحابة بحييبة سعد بن معاد ببحي رضي الله عنه ووحي رسولك إله يو قال هذا واكيرنا يصدح بقلي دوري طنبانا يقونا واكنين حديدنا لقى أتكاذو إلين دقالك بركة لقلي وحول بلقوت لقلي حديدنا لقى أتكاذو سيئاد مسلمين بضن باشرتي دي رسولك إلهي وعدي ومضي حيبات إن عاد بدباتي حدا نقول لي سنوى أقول بركة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الله قرد يسعي عريش تلي هل كانوا كتلني حبينكي أي صحابات وردد إلهي وكسو ردد السيحة النبي ومسيحان حبينكي وردن ودعيني هل كانوا كدعيني إلهي وحداد كوحدة بريها لاكتيد ولي قالوا عابدوا بما يبولها رايضة علم كمسلمين تقدموا في النبي يقول دي بي مصعب بن عمير وها سفير كي يقول رأي النبي يقول صادر عليه الصلاة والسلام بدينا أنصار تحقوا ذا سعد بن معاد باودي رايضة علم قود باتري إيه رايات مركا علم كقود حاودي مصعب بن عمير رايضة أنصار تنوي حاودي سعد بن معاد رايضة مهاجرين تنوي حلو دي بي علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كي سوا قيبيها طبعا صفوا بقالكم في صف بين أقلينا مبارزتي طبعا بيكون بلابطي وتي صدح دي قال هذا اللي دلي وحنا بيقول صلى الله عليه وسلم دقال كان بلابنا واي ولا قلت ري بدينه قال هذا كتر بدن صدح كور بالقوس ولا بالله وكا صف بقلي عيدا كيسة نينا وصفك هك دقاقين مركو هري واحد كوب لو دام بو يري لبابك توكت لبابك مركا دي تن هوب كل سيتين دي طبعا لا لا بي قانص يو يو ورم يو ورم بهاي مركا سيفتو دي وماشي ودنبيسا مركا ايدين كو هدو niman ki jilciyay oo qaansa iyo leeb kala daalay marka kadib seefto ha bilaabato buu yiri waxa kala sugan nabi sallallahu alayhi wasallam inuu qaruur xinto qaaday oo saa wajigooda ugu sugay oo yiri shaahatul wujuh waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala qaruur xin nabiga ilaahay waa barakeeyo gaalada indhahoodi ay ka wada buuxsantay waxay ku mashquuleen indhahoodi ilaahay wuxuu yiri falam taqtuluhum walakin allah qatalahum wama ramayta id ramayta walakin allah rama ilaahay baa dilay nimanka marka adigu tuurtayna ilaahay baa wax way dhahooda wada galiyay nabigu wuu tuuray laakiin awooda in gaal ka sandhigiisa ay gaso nasr ilaahay xaqi ka yimid ayuu ahaa id tastaghiithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al malaa'ikati murdifin halkan kun malaa'ik baa ilaahay soo dajiyay oo nabigu soo duceynay calayhi salaatu wasalaam ayuu yara baxay marka waxay ku soo dego isagoo qoslaya wuxuu yidhi allahu akbar ilaahay baa mahadle jibriil oo faraskiisii wataa ayaan arkay كل ملك بإلهي سودتشي مركا دقال كان بدر ملائك بك دقالانتي هلكا واحد عضي نصري وين إلهي مسلمين تواهي ليي قال هذا تضبات باب اللي قد لي تضبات النوال اللي وقفاسي وحي النقطي حقا كبها وفنتشروا أرد مكيكو قلين إلا وحي كتب السير قاركوض الشيغان نمبا تقي مكا ويري أبو جهل واردنتي وأمية واردنتي وعطفة واردنتي oo sheeba waa dhintay markaas midba safwan ibn umayya oo abiye walaalkiiba ku dhintay
ayaa wuxuu waa ninkan waa nin waale bal safaanuna weydiiya wuxuu joogaa makaa bal safaan ma dhintay weydiiya markaasuu safaan wakaaye laakiin walaalka ayo aabbaha baana soo istaagay waa nin waalan ba bal way qaadan ba waayeen marka dagaal ilaahay muslimiinta ugu yimi ilaahayna kun malaga soo dejiyey alxamdulillah alxamdulillah waxaana mudan qof kastoo muslim ilaahay uga mahadiyo oo weliba ogaado dagaalka wax ugu muhim ugu mudan ee laga fawaayid baa laga qaadanaya aan ku soo khatimaya duruus baa laga qaadanaya iyo cibar advantageyo fawaaid fawaaid faa'iidada ugu muhiimsan waxa weeye qofka muslimka ah mar walba inuu ilaahay baryo oo baryada nebigu baryada ku horreysiyey baryada ilaahay mar baryadaasa ilahay ugu heliyey waxaa laga qaadanayaa gaalo iyo islaam kifaaxeed weligeed ba inuu jiray waxaa laga qaadanaya mar walba in ilaahay uu xaqa u hiilinayo ilaahay xaqa u hiilinaya xitaa waxaa laga qaadanayaa in aynu ku imtixaananahay ilahay waa awooda gaalada inuu mar walba neefta ka wada qaado ama hal malag laakiin maca malaa'igta dagaalamaysay seefta ku dagaalamaysay markaa duruus badan baa laga qaadanayaa ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله بالهين وايدين الله خير والله اعلم صلاه الله عليه وسلم